الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت هيئة التقاعد الوطنية تقديمها مقترحات لتعديل بعض فقرات قانون رواتب المتقاعدين مثل سن التقاعد وزيادة الرواتب. وذكرت هيئة التقاعد أن التعديل الأخير لقانون التقاعد عام 2019 حصل في أجواء مضطربة وعلى عجالة وغير مدروس، خصوصا فيما يخص عمر الإحالة للتقاعد، إذ أن تحديد عمر الإحالة إلى التقاعد 60 بعدما كان 63 عاما كان فيه ظلم كبير لشريحة كبيرة من الموظفين وسبب ضغطا على صندوق التقاعد. استورد العراق بضائع بقيمة 70 مليار دولار من 11 دولة في عام 2023 بحسب تقرير نشرته مؤسسة مستقبل العراق للدراسات الاقتصادية. وخلص التقرير إلى أن أكبر 11 مصدرا إلى العراق في عام 2023 هي الإمارات والصين وتركيا والهند وأمريكا والسعودية والبرازيل وكوريا الجنوبية وألمانيا واليابان وروسيا وإيران. ووجد التقرير أن إجمالي واردات العراق من هذه الدول ارتفعت بنسبة 6% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وباستثناء إيران ارتفعت واردات العراق من هذه الدول بنسبة 3%. أعلنت السلطات في كردستان العراق القبض على شبكة لتجارة العملة المزيفة في محافظة السليمانية. وقالت السلطات إن الشبكة مؤلفة من 4 أشخاص قاموا بالترويج ونشر الدولار الأمريكي المزيف في محافظة السليمانية خلال شهر رمضان قبل أن تتم مصادرة الأموال من قبل القوات الأمنية. توقعت منظمة أوبك ارتفاع الطلب على النفط بأكثر من 2 مليون برميل خلال فصل الصيف. وأبقت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024 بلا تغيير عند 2,200,000 برميل يوميا بحسب بيانات تقريرها لهذا الشهر، مشيرة إلى أن المعروض النفطي من خارج تحالف أوبك بلس من المتوقع أن ينمو بنحو 1,200,000 برميل يوميا في عام 2024. ولم تغير منظمة البلدان المصدرة للنفط تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 البالغ 1,800,000 برميل يوميا على أساس سنوي. قال صندوق النقد الدولي إن نمو الاقتصاد العالمي سيصل إلى 2.8% فقط بحلول عام 2030، أي أقل بنقطة مئوية كاملة من المتوسط التاريخي ما لم يتم إجراء إصلاحات كبيرة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من أدوات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي. وأصدر صندوق النقد الدولي فضلاً عن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقبل أظهر المزيد من الانخفاض في معدل النمو العالمي الذي مر بتباطؤ مضطرد منذ الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009. وبين الصندوق أنه بدون خطوات طامحة لتعزيز الانتاجية فمن المتوقع أن ينخفض النمو العالمي إلى ما دون متوسطه التاريخي. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.